عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل الكراسة التفاعلية، كراسة المعاصر 2024 للصف الأول الإعدادي ببيج 32، الكراسة التفاعلية interactive. نبدأ بسم الله. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I turned it off the TV because or because the film was space. فقط التلفاز لأن الفيلم كان طبعا عندي interesting, boring, interested, exciting. يعني أنا طبعا طفقت التلفزيون أكيد طبعا boring معناها ممل. يعني أنا عندي الشيء اللي هو بيسبب لي الشعور بضيف للصفة ing وبشوف المعنى هنا، وطفق التلفزيون مش شايق، لا لأنه طبعا boring ممل. والصفة ed للتعبير عن الشعور، لما بنقول أنا متحمس I am interested يبقى أنا ده شعوري الداخلي، اما ده شعور خارجي شيء سبب لي الشعور بالملل، يبقى هنا الفيلم كان مملا، يبقى هنا boring. I turned off the TV because the film was boring، لان الفيلم كان طبعا ممل. عندي interesting معناها مثير للاهتمام، ودي طبعا ممل، و interested معناها طبعا معنى برضو مهتم، و exciting معناها طبعا متحمس. Number two, yesterday the weather space very hot. أنا عندي الفاعل وفي عندي صفة، يبقى محتاج على طول was or were. الطقس مفرد يبقى was very hot. كان كلام في الماضي أساسا yesterday، the weather مفرد يبقى was، كان very hot كان طبعا حار جدا. Have ده مضارع، will be future، و is مضارع مش هينفع. الكلام في الماضي بستخدم على طول was or were طبعا. السؤال بعد كده نمبر 3 بيقول لي I like the space because it's a friendly sea animal، بيكون حيوان ودود، لأنه طبعا حيوان بحري ودود. ده طبعا بيتكلم على الشارك القرش، ولا الويل حوت، دولفين دلفين، أكتوباس اللي هو عندي الأخطبوط، يبقى عندي بيتكلم على الدولفين حيوان. انا بحب الايه the dolphin because it's a friendly sea، لانه حيوان بحري، sea animal حيوان بحري ودود. سؤال نمبر 4، he took the plane، هو اخذ الطائره from the space to France. طبعا ايه from من الايه airport المطار، port ميناء، road طريق، station محطه، يبقى الايربورت المطار يعني من المطار الى فرنسا. بعد كده عندي سؤال نمبر 5، I space help you، يعني هنا بقول لي انا اساعدك. I am busy now، انا مشغول يعني يبقى انا مش هنقدر نساعدك. يبقى انا عندي هنا can't للتعبير عن عدم القدرة في المضارع. now تدل الان على المضارع، يبقى I am busy now، انا مشغول دلوقتي، يبقى انا لا استطيع مساعدتك، يبقى I am busy now، انا مشغول الان. سؤال نمبر 6، how space هنا do you sleep early، يعني عايز يقول كم مرة أنت بتنام مبكرا. قال له أنا عادة، بستخدم ظرف التكرار أهو، I usually أنا عادة do this، أنا عادة بقوم بعمل ذلك، أو عادة أفعل هذا أو ذلك. يبقى عندي هناك how often، كم عدد المرات اللي أنت طبعا بتنامها طبعا مبكرا. much هنا بتكلم عن الكمية، many إلى العدد، و time بيتكلم عن الوقت. طبعا نستخدم ظرف التكرار للتعبير عن عدد طبعا عدد او تكرار حدوث الفعل، يعني كم مره انت بتنام، انا عاده بنسبه 80% do this بقوم بذلك او بقوم بعمل هذا، يبقى how often كم مره do you sleep early. بعد كده الجانب الاخر، ميني تيست على ان يونتس 1 و 2 3 4 5 6، شو ذا كريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. السؤال الاول بيقول ان وينتر في الشتاء، there is a lot of space in United States American، trees اشجار، snow جليد، sand اللي هو الرمل او الرمال، waves اللي هي الامواج. يبقى انا عندي هناك الكثير من الايه، يبقى snow الجليد طبعا، او يوجد الكثير من الجليد في الولايات المتحده الامريكيه. in winter there is a lot of snow in the United States America، في الولايات المتحدة الأمريكية.
سؤال نمبر 2، when we meet a sports star، عندما تقابل نجم رياضي، we talk، بتاخذ منه space with him، معه بتعمل ايه؟ طبعا بتاخذ سيلفي، يعني صورة من الكاميرا الأمامية. decision، قرار. we break، الفسحة أو الاستراحة. change، معناها يتغير أو يغير. يبقى when we meet a sports star، عندما تقابل نجم رياضي، we took a selfie، بتاخد صورة من الكاميرا الأمامية with him، معه. سؤال نمبر 3، all pupils، كل التلاميذ، should wear the school space، كل التلاميذ ينبغي عليهم ان هم يلبسوا الزي المدرسي اللي هو uniform او الزي الموحد. for Mr. Mara، fork اللي هي الشوكة، flag علم. يبقى all pupils should wear the school uniform، بيرتدوا الزي المدرسي الموحد. سؤال نمبر 4، it's hot here، الجو حار هنا، أو الجو حار أو الطقس حار هنا. please، من فضلك، the window، شباك. ده فعل أمر، بيكون طبعا عندنا الامبراتيف، بستخدم فعل في المصدر للتعبير طبعا عن إيه؟ للتعبير عن الأوامر، بستخدم الفعل في المصدر على طول وباقي الجملة. يبقى open، افتح the window، النافذة أو الشباك. يبقى it's hot here، please open the window. السؤال نمبر 5، last holiday، الأجازة الماضية أو العطلة الماضية. my children، أطفالي، space mini sandy castles، قلاع من الرمال. on the beach، على الشاطئ، بصنع العديد من القلاع، قلاع من الرمال، أو طبعا من الرمال على الشاطئ. يبقى عندي الإجابة الصحيحة، عندي made، يعني صنعوا أو عملوا. make made، التصريف الثاني من make made، التصريف الثاني للفعل الفاعل، التصريف الثاني في الكلام في الماضي في الباست سيمبل، يعبر عن حدث تم في زمن الماضي وانتهى في وقت محدد. الأطلس هوليدي، الأجازة الماضية. my children، للفاعل، التصريف الثاني للفعل من make made، صنعوا ميني الكثير من ساندي كاسلز، قلاع، on the beach، على الشاطئ. آخر حاجة في بيج 32، 32، the bus، الحافلة أو الأتوبيس. space stops، هنا الفعل في اس، لازم نركز على الاس دي. near my house، بالقرب من منزلي. don't، محتاجة المصدر. doesn't، محتاجة المصدر. isn't ing، يبقى never الإجابة الصحيحة، لأن never بتسمح طبعا بإضافة الاس. the bus، الأتوبيس، لأنها بتحل محل طبعا عندي doesn't و don't، تعطي معنى النفي. يبقى the bus، never، الباص لا يقف أبدا بالقرب من my house، منزلي. يبقى إذا إحنا بنستخدم don't، الفاعل don't الفعل في المصدر، والفاعل doesn't الفعل في المصدر، والفاعل didn't الفعل في المصدر. عندي don't و doesn't و didn't، كل دول بيجي بعد منهم الفعل في المصدر بدون أي إضافات. إذا عندي isn't أيضا ing، دول عايزين مصدر، و never الإجابة الصحيحة. The bus، الحافلة، لا تقف أبدا، stops near my house، لا تقف بالقرب من منزلي. كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى يا رب الفيديو ينال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.